الشخص اللي بحبك ما ضروري يحكيك كل يوم. مين قالك هالحكي؟ ومن وين جايبة هالمعلومة؟ وين الاهتمام؟ الاهتمام ضروري وكتير مع الحب. طيب هلأ إذا أنا بحب شخص وبحكيك اليومين مرة، هيك بكون أنا بحبه؟ لقلك شغلة ومهمة كتير، الشخص اللي بحبك مستحيل يقدر ينام، مستحيل يحط راسه على المخدة إذا ما سمع صوتك. عم بحكي عن اللي بحبك من قلبه، انتبهي، علي ما رح يتقبل أبداً ينشغل عنك، وإذا انشغل رح يعوضلك ويحسسك أنك أنت معه وحده. وعلى فكرة لو كان الإنسان بعيد كتير، المسافات ما بتلغي الاهتمام والحب اللي منحبهم، دايماً موجودين بقلبنا وحوالينا. لهيك بدون اهتمام تأكدي أنه الشخص التاني ما بحب.